فلسطين دولة تحت الاحتلال، تجزئة، تقسيم، مصادرة أراض، بطالة عالية، تضاؤل فرص، تقييد للحركة، وحرمان للفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية. إلا أن فلسطين ما زالت تتمتع بالعديد من الإمكانيات والفرص الإيجابية لتحقيق التنمية، فهي مهد الديانات وتاريخها عريق وحافل بثقافات غنية كبرت وتطورت عبر القرون. شبابها واعد ونشيط ويسعى لتحقيق أحلامه، أناسها مبتكرون وذو مهارات متنوعة. ولكي يتم إعطاء المساحة المناسبة لهذه الإمكانيات والفرص حتى تتطور وتتجسد على أرض الواقع، علينا نحن كفلسطينيين أن نعمل يداً بيد لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. التحديات اللي يواجهها الشعب الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني بأكمله، التحديات الرئيسية اللي سببها سياسات الاحتلال، تتطلب تضافر وتكامل الجهود في اللي هو تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني. يجب أن نخلق أساساً قوياً ومتماسكاً لاقتصاد فلسطيني يرتكز على القوى المحلية الموجودة في قرانا ومدننا. عملت البلديات الفلسطينية حتى الآن بدعم من شركاء التنمية على توفير العديد من الخدمات للسكان، منها شق الطرق وتعبيد الشوارع، بناء المدارس وتوفير المراكز الثقافية، إنشاء مراكز صحية وتوفير شبكات المياه والكهرباء. ساهمت جميع هذه الإنجازات في تكوين بنية تحتية فاعلة للمجتمعات الفلسطينية، إلا أن بعض المناطق ما زالت بعيدة عن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. هذا انطلاق من إعادة تعريفنا لدور البلدية، بمعنى من البلدية التقليدية للبلدية العصرية. البلدية التقليدية اللي كان ما يعرف تقدم خدمات الكلاسيكية اللي هي خدمات التقليدية، كناسة وحراسة ومباشرة. البلدية العصرية تعنى بالتنمية الشاملة، وبالتالي اهتمامنا بتنمية البنية التحتية يسير بشكل متوازن مع التنمية الثقافية، مع التنمية المجتمعية، مع التنمية الاقتصادية، مع كل التفاصيل هذه. تفعيل التنمية الاقتصادية يحتم علينا أن تتكاتف جميع جهودنا على المستوى المحلي، وأن يتم وضع استراتيجية مشتركة تمكننا من الاستفادة من الموارد المتاحة بأفضل الطرق. تحقيق هذا الهدف لا يتطلب منا تغييرات جذرية، فما نحتاجه فقط هو العمل على تعزيز التضافر بين الأدوار الفردية التي نقوم بها حالياً. لأفراد مجتمعنا، رجالاً أم نساءً، شباباً أم شيوخاً، دور مهم في تنمية الاقتصاد الفلسطيني على الصعيدين المحلي والوطني. نجحت وزارة الحكم المحلي في الآونة الأخيرة من أن تكون التنمية الاقتصادية المحلية واحدة من أهم السياسات التي أظهرتها أجندة السياسات الوطنية على مستوى الدولة. وعليه بدأت الوزارة بمأسسة التنمية الاقتصادية المحلية من خلال إنشاء وحدات للتنمية الاقتصادية المحلية، سواء على مستوى الهيئات المحلية، البلديات والمجالس الهيئات المحلية، وكذلك على مستوى الوزارة. مواردنا غنية في فلسطين، شبابنا، مواردنا الطبيعية، مياهنا، حجارتنا، هيئاتنا المحلية، مراكزنا الشبابية، مؤسساتنا غير الحكومية، أبنيتنا التاريخية، مؤسسات الأعمال المحلية وغيرها. يجب أن ندمج جميع هذه الموارد بشكل أفضل ضمن استراتيجيتنا حتى نضمن منفعة اقتصادية واسعة النطاق تعمل على توفير فرص عمل أفضل في جميع المناطق الفلسطينية. اليوم إحنا نتحدث حقيقة عن مؤتمر يعني لأول مرة سيحصل، اللي هو كيف نوجد يعني تنمية اقتصادية من خلال المجالس المحلية، سواء البلديات أو المجالس القروية. هذا أول مؤتمر ممكن بده يحصل في فلسطين. في هناك شراكات موجودة بين القطاع الخاص وبين المجالس البلدية، بعض البلديات على شكل ضيق، وفيها نجاحات. اليوم أنا شخصيا أنا بعتقد التنمية الحقيقية اللي بتبدأ من تحت، تبدأ من تحت بتطلع فوق، وبالتالي اطلع انزل تحت، وين؟ على البلديات، على المجالس، على الوحدات المحلية، ابدأ من هناك. فكيف بإمكاننا تصميم استراتيجياتنا المحلية؟ أولاً، نشكل فريقاً محلياً يتألف من أفراد يتبعون للقطاعات المحلية المختلفة، من القطاع العام المحلي، القطاع الخاص المحلي، والمجتمع المدني.
ضمن هذه الفرق سنعمل على وضع أهداف اقتصادية محددة لكل منطقة محلية. انطلاقاً من هذه النقطة نعمل معاً على وضع استراتيجية مناسبة تتضمن تحديد الخطوات القادمة، توزيع المهام على الأفراد والمؤسسات المشاركة، ووضع إطار زمني لتنفيذ الخطة. فنحن بحاجة لاستراتيجية شاملة تضمن دوراً محدداً للجميع، حيث لكل منا دوره في تطوير الاقتصاد المحلي الفلسطيني. احنا كان كتير مهم بالنسبة لنا انه نشرك كافة الجهات المعنية في التنمية الاقتصادية المحلية في البلدية لما اشتغلنا على خطة التنمية الاقتصادية المحلية، لانه وجود خطة موحدة هذا اشي كتير بقوي المشاريع اللي ممكن نشتغل عليها، واشي كتير بيساعد على تحقيقها، وكمان بيساعد على انه النتائج الفعلية لها تكون مثمرة وناجحة. في هذا النهج الاستراتيجي يعتبر الرياديون من أهم الموارد لدينا، فهم الذين يسارعون بأخذ المبادرات الاقتصادية ويعملون على تسهيل فرص الاستثمار والتوظيف، ولذلك يجب علينا أن نوفر لهم بيئة عمل ملائمة ومشجعة تسهل دورهم في التنمية الاقتصادية المحلية. أتوجه إلى البلديات والهيئات المحلية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية، وذلك من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص من أجل تقديم الخدمات ومن أجل الاستثمار في تقديم الخدمات. المهم أن نستثمر في تقديم هذه الخدمات لكي يكون عندنا هناك نوع من الاستقرار المالي لهذه الهيئات المحلية بشكل كبير. وللهيئات المحلية دور في خلق البيئة المناسبة لتطوير الأعمال من خلال تسهيل ودعم الشراكات والاستثمار في البنى التحتية الاقتصادية. أما المؤسسات المالية فهي القادرة على إتاحة الموارد المالية لتنشيط الاستثمار وتعزيز الشراكات وتحقيق النمو الاقتصادي. وعلى الصعيد الوطني تستطيع الحكومة وضع الأنظمة والقوانين، إضافة إلى ضمان الوصول العادل للموارد المتاحة وضمان تكافؤ الفرص ومؤسسة العملية التنموية. وزارة الاقتصاد لها دور كتير كبير بالتركيز على التشريعات والقوانين اللي هي تعتبر أساس لجذب المستثمرين وخلق بيئة اقتصادية مناسبة. للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية دور هام في خلق مجتمع متعاون، وذلك عن طريق نشر الوعي ودعم المشاريع المحلية المشتركة. نحن بحاجة لأن نطور قرانا ومدننا من أجل أن نطور وطننا فلسطين. بدءاً من الآن أصبح للقطاعين العام والخاص الفلسطينيين الفرصة لتحقيق تنميتنا الاقتصادية، وهي الأساس لدولتنا العتيدة.